افتتح وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنوفية مسجد عصمة السادات بقرية ميتا بكوم مسقط رأس الزعيم الراحل أنور السادات. نعم، ويأتي افتتاح المسجد بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقارب 3 ملايين جنيه. على مساحة 400 متر وبتكلفة تقدر ب3 ملايين جنيه، وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية وعدد من المسؤولين يفتتحون مسجد عصمة السادات عقب تجديده وسط حضور مكثف من أبناء قرية ميتا بلكوم مسقط رأس الزعيم الراحل أنور السادات. نحن في مسجد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كل من قدم للوطن الوطن ينظر إليه بعين التقدير. ما جئنا اليوم مع السيد المحافظ إضافة إلى ما نقوم به أصلا في رسالتنا الطبيعية يحمل أكثر من رسالة، الرسالة بالاهتمام بالمساجد، وهذه رسالتنا الأولى، أيضا رسالة الوفاء لكل من أعطى لهذا الوطن، فالوطن لا ينسى أبناءه الأوفياء مهما تعاقبت الأجيال. وافتتاح النهاردة المسجد وتطوير مسجد المرحوم عصمة السادات بيشرفنا دايما معالي الوزير وبنورنا في المحافظة وبيلبي كل طلبات المحافظة، والنهاردة عرضت عليه مشكلة مسجد سيدي خميس لبى تماما هذا الطلب، وكلم الوزارة وبإذن الله سيتم العمل في مسجد سيدي خميس الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. طبعا المسجد ده بنشكر القائمين على هذا المسجد وعلى تطويره. أبناء السادات حرصوا على المشاركة في افتتاح المسجد الذي يحمل اسم أحد أفراد العائلة، معربين عن سعادتهم بافتتاح بيت من بيوت الله ليكون صرحا دينيا وتنويريا لأهالي القرية. هذا المبنى اتعمل بفضل من الجهود الذاتية من أهل مركز تلا والشهداء وأهل منطقة الجامع نفسه. عايز أقول لحضرتك كل الناس شاركت، جميع الأسر وأهالي منطقة ميتا بلكوم وطوخ دلكة وكل المنطقة اللي جنبنا شاركوا في هذا العمل الناجح الجميل، بيت من بيوت الله كله خد الثواب. إحلال وتجديد، بناء وتشييد، ضرب وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية في المساجد، وعلى الضرب تسير الفترة الحالية والقادمة، وكم الافتتاحات أبلغ دليل. من محافظة المنوفية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.